كابتن عادل، دكتور احمد ثابت قال النهارده بدايه الاهلي هتكون بدايه ضغط عالي من بدايه المباراه، وده شكل النادي الاهلي. الاتحاد السكندري ممكن يفاجئنا النهارده ويعمل ضغط عالي زيه زي الاهلي، ولا هيحصل تراجع وتوازن في بدايه المباراه؟ الملعب هيأهله انه ممكن يضغط بصوره يعني مؤقته، لان ملعب يعني ايه الملعب؟ ملعب استاد القاهرة غير السلام طبعا. ملعب السلام ضيق شوية، المساحة صغيرة، فتقدر انت الناحية الدفاعية تعرف تدافع كويس فيها، ولكن الناحية الهجومية في استاد القاهرة بتبقى أعلى على الأطراف، انت بتوسع عمق الملعب على اللاعبين المدافعين، فعشان كده تقدر انك انت تخلق اللي هي واحد ضد واحد دائما في أي مكان. ولكن مع الاتحاد الحتة الهجومية هتبقى فيها شبه، انت عاوز اقول لك احيانا المدرب بيحسسك ان هو بيعمل ضغط من قدام، هو مش عامل ضغط من قدام، هو بيدافع، لكن ممكن يعمل ضغط بلاعب او اتنين او ثلاثة، زي ما انت اتكلمت على المباراة اللي حسين الشحات في اول دقيقتين جاب الهدف ده من ضغطة، ضغطة دي ضغطة فردية، ما كانتش ضغطة جماعية، كانت ضغطة فردية أو ثنائية تقدر إنك أنت تشتغل، لأنه هو الضغط بيبقى نفوذه بمكان، أنت ممكن باتنين لعيبة تقدر تضغط على الناحية الشمال، وبيتابعهم اتنين لعيبة من وراهم من الناحية التانية، وفي سبورت في الوسط، ولكن أنت بتتكلم يعني الدكتور ثابت لما جه اتكلم على حتة الإمام، وأنا يمكن اتناقشت معاه في الحتة دي، حتة إمام اللي هو يبقى تحت في 10، هو الموضوع كله بيتلخص في عطية الله ومفتاح عطية الله وحسين الشحات. انت افضل جبهة عندك انهي؟ الجبهة الشمال، الجبهة اللي انت لو حسبت باحصائيات تلاقي انك انت بتخترق منها اكتر عدد ممكن من الهجمات، علشان كده انت محتاج واحد زي كوكا لازم يقف ديفندر للمجموعة الهجومية دي، والمجموعة الدفاعية للناحية التانية لازم يميل شوية زي اكرم توفيق. هو الموضوع فيه حاجات كتير، ولكن بقول لك الاتحاد النهارده ممكن يهاجمك بس بايه؟ بحته التزام شويه. الاتحاد ما جابش الا جونين، خلي بالك الاتحاد لاعب فاركو ولاعب حرس الحدود يعني في المتناول، لكن الاتحاد عمل اعداد كويس، ده نتيجه اعداد كويس. الفرقه لما بتبدا اول مباراتين بمكسب تعرف ان يعني الاعداد كان جاي. يعني المباراه أول صعبه للاتحاد في بطوله الدوري، اه اول اختبار لا، وكمان المباراه صعبه عشان الوقفه الدفاعيه بتاعتهم ما احرزوش هدف، اه حرس الحدود ممكن تكون فرق اقل هجوميا عشان كده ما احرزتش اهداف، ولكن عايز اقول لك ان هو بالطفرة بتاعته بتاعت المباراتين هتبقى روحه عالية جدا، فممكن يهاجمك ويلعب على الحتة المرتدة أحيانا.